السلام عليكم. اليوم بغيت نهضر معكم في الفيديو هذا ونحذركم من واحد المنتوج اللي شريته وصراحة تقولبت فيه بهذا المعنى هذا. كيف تيقول كيف تشوفوا هذا المنتوج سميتو الرفاعي اللي كاين في الصورة. كيف تشوف الصورة ديالو تتوضح بلي هاد المكسرات اللي تيبانو في الصورة هو اللي تقدر تلقى هنا، حيت ما كاتبين حتى حاجة هنا المنتوج، كاتبين حاجة واحدة أطيب النقولات والمكسرات اللبنانية. وحتى من المحتوى ديالو حتى تجي تقرا هنايا ما تيفسروش نهائيا، دايرين الفوائد ديال المكسرات وفقط العنوان ديال هاد الشركة هادي اللي سميتو الرفاعي دوت كوم. اللي فاجئني هو ان الانسان حيت تيجي تيشري هاد المنتوج هذا تيشوف الصورة تيقول هاد الشي اللي كاين في الصورة هو اللي غادي نقدر نلقى لداخل، حيت ما كاتبينش بالضبط، ما تيحددوش شنو كاين. يعني تقدر تلقى الاكاجو كيف باين، بيستاجو، اللوز، وكيلو واحد فيها. حيت تحل هاد المنتوج هذا تتفاجأ تتلقاه عامر كامل، باش عامر بالزريعة ديال القرع. واش تظنوا ان الواحد مثلا الا دار تصويرة كاملة غير عامرة بالزريعة ديال القرع وفيها كيلو، الواحد غادي يشري كيلو ديال الزريعة القرع؟ اش بغا يدير بيها؟ يعني هاد الخدمة دي تتسمى الخداع و تشفرت بالمعنى المغربي. هاد الفيديو هذا درتو غير باش نبارطاجي معاكم، باش اللي شاف السمية ديال هاد الرفاعي هاد الشركة هادي يحاول يهرب من المنتوجات ديالها، لأنهم يعني شركة ميسالش الإنسان يشري من عندهم. وكل واحد يحاول يحضر الناس اللي تيعرفوا اللي ينشر هاد الفيديو هذا باش يوصل، وبغينا يوصل حتى لهاد الشركة هادي باش يعرفوا راسهم ان هاد الخدمة اللي تيديرو ما غاديش تديهم بعيد. الادريس ديال الانترنت ديالهم الرفاعي دوت كوم. باش نوريكم مزيان غنحط هاد الزريعة هنايا وغادي تشوفوا معايا. اللي دايرين هنايا تصوروا، ناخذوا هذه الصوره هذه نحطوها في هذا الغلاف ديالهم، واش غادي يشري شي واحد المنتوج هذا. المهم نتمنى الميساج يكون وصل، شكرا، نتمنى ما تخدعوش حتى نتوما. يلا تهلاو.